دلوقتي خلونا بقى نتابع أخبار المرور. بصبح على حضراتكم مشاهدينا، وخلونا نتابع الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة وباقي المحافظات لما الناس بدأت تنزل. وهنبدأها من محافظة القاهرة اللي الكثافات فيها بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد، أما كورنيش متجه للمؤسسة في سيولة مرورية. كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي عليه كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كثافات إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت كمان كثافات مرورية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. إنما لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. أما نفق الأزهر في انتظام في حركة سير السيارات والمرور هناك في الاتجاهين. بتظهر كمان كثافات مرورية أعلى دائري منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ورايح لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. دلوقتي تعالوا نروح لمحافظة الجيزة ونبدأها من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده طبعا بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات مرورية تانية إنما متحركة في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. إمبابة كمان عند محور صفت اللبن في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. أما اللي جاي من دائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا لشارع فيصل كمان بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو يسلك الطريق السياحي. أما اللي قادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو، بس في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمايل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. وبيشهد كمان الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية. القادم من الزراعي بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة مرورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق، وده لمنع أي ظهور أو أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما اللي قادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر أو مصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر ليه طريق طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس جدا ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. هنكمل دلوقتي جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، وهنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة معتادة لساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية بسيطة هتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع.
كده خلصت جولتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم بتزيد من الإحساس بدرجة الحرارة. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.